قبل هالمرة كمان صار عليكم ضرب رصاص ما هيك؟ ايه صارت مع الأسف، بس اللي عملها مسك وهلأ هو محبوس. سكر الضبط سواش. الحمد لله على السلامة سواش. الله يسلمك. ابني الرصاص كان مطاطي، هيك عم بيقول الضابط. مطاطي شو؟ ما لقينا فوارغ رصاص. انتو متأكدين؟ الرصاص اجا من طرف الحرش، دور الشباب هني؟ دورنا بكل محل، والشباب عم ياخذوا آثار المطاط من الشارع، ولقينا آثار أقدام بالحرش، بس كل الفوارغ من هذول، وما لقينا ولا فارغة رصاص حقيقية. يمكن القصة كلها تمشان تخويف سواش بيك. ماشي حضرة الضابط، شكرا. اسماعيل اغا، هدول قوصوا من محل مو متوقعينه بالمرة، واغتنموا الفرصة وينو اشرف؟ راح عوان اغا. من امتى راح؟ اغا والله ما بعرف، امبارح قال لي دير بالك على المكان بغيابي وراح. وليش راح؟ الست الوالدة بعتته حتى يشرف على الموسم، قال بدهم يجمعوا المحصول. ومن امتى اشرف بيشرف على المحصول؟ شو ما في حدا بيوان؟ والله انا ما بعرف يا اغا، بس رح يجي بعد يومين او ثلاثة هيك قال.